السمنة وهي تعتبر من إذا صح القول أمراض منتشرة في العالم بنسبة تتراوح من 30% أكثر فأقل. عندنا في الكويت حوالي 40% من الناس لديهم السمنة. فعلاج السمنة طبعا عندما يتبادر الدهن ليس بالضرورة يكون جراحة، ولكن بالإمكان نشوف المريض ونقيم الوضع العام وثم نوجه للعلاج المناسب. قد يكون علاج بالأدوية، قد يكون علاج عن طريق البالون أو الجراحة حسب المريض وحسب وزنه وحسب ما لديه من أمراض أخرى سببتها السمنة. ونسعد بخدمتكم في مستشفى المواساة الجديد. معكم الدكتور محمد السريدي، استشاري جراحة عامة وجراحة السمنة. مستشفى المواساة الجديد، نرعى الأجيال.